أعزائي المشاهدين، نحن واقفين النهاردة في محل ومكان خاص جداً جداً، إنه جبل الزيتون يطل على مدينة أورشليم. مدينة القدس هي ورانا، بنشوف إنه الهيكل اللي كان موجود، هيكل سليمان اللي اتبنى ورايا هون، وبنشوف إنه مدينة داود أيضاً، وبنشوف من الناحية هذه بستان جثماني اللي راح نحكي فيه ليسوع المسيح قبل الصلب كان مشي هناك وكان بيصلي والعرق تبعه كان يسقط كقطرات دم. بنشوف أيضا في الوادي اللي موجود هنا في مدينة أورشليم مدينة السلام. مدينة أورشليم مدينة السلام، اللي السلام غاب عنها لسنوات كثيرة ولشهور كثيرة، ونحن نصلي لأجل سلام أورشليم، ولكن نصلي أيضا لأجل سلام الله الذي يفوق كل عقل، أن يكون في هذه المنطقة في كل البلدان اللي مجاورة لهذا البلد، ولكن أنه سلام الرب أنه يدخل في قلبك ويدخل في بيتك ويدخل في حياتك ويدخل في كنيستك ويغير حياتك من جديد. بنشوف أنه الرب يسوع المسيح هذا المكان كان من أكثر الأماكن المفضلة له. كذا مرة في الكتاب المقدس بنقرأ أنه كان يعلم في الهيكل اللي هو موجود ورانا، ومن هناك كان بيجي مع التلاميذ وكان يأتي لهذا المكان ليصلي. كان دائما بياخذهم الى جبل عالي ليصلي عشان ياخذ وقت معهم. عشان هيك النهارده عزيزي المشاهد، انا اصلي من داخل اعماق قلبي انك تكتشف معنى الصلاه، انك تكتشف معنى المقابله الحقيقيه مع الرب، انك انت تسلم له قلبك وبيتك وكل شيء في حياتك. يا ريتك تصلي النهارده وتقول لي يا رب انا عايز اشوفك، عايز ارى مجدك. فالمسيح كان بيجيب التلاميذ هون وكان بينفرد فيهم في جبل عالي، وياريت أنه الرب يسوع المسيح ينفرد بيك في هذا اليوم. ياريت أنه الرب يسوع المسيح يناجيك ويتكلم معك زي ما كان بيتكلم مع التلاميذ. هنا كمان في هذا المكان بيقول أنه المسيح جابهم ليصلي معهم، وأيضا طرحوا عليه أسئلة. بنقرأ في إنجيل لوقا ومرقس أنه كان مع التلاميذ فسألوه عن الأزمنة، سألوه أنه متى ترد الملك لإسرائيل، سألوه متى ترد الملك لشعبه، وبنشوف انه الرب يسوع المسيح قال لهم انه ليس لكم ان تعرفوا الازمنه، ولكن وراهم انه قال في علامات، وهذه العلامات لما تظهر تعرفوا كلكم انه مجيء الرب صار قريب، او يوم الرب صار كمان اقرب. في هذا المكان ايضا بنشوف انه المسيح دائما لما نيجي من اريحا كان بيمر بهذا المكان الى اورشليم. بنشوف انه من هذا المكان ايضا انه امتطى الرب يسوع المسيح الجحش، جحش الأتان الذي لم يركب فيه أحد، ودخل للمدينة. دخل المدينة إنه مش كقائد، إنه مش كفارس، إنه مش كمقاتل، ولكن دخل لمدينة أورشليم يمتطي جحش فيه التواضع. وبعض التلاميذ قبل ما يجيبوا الجحش قال أمشوا وشوفوا وتلقوا جحش ابن أتان وأسألوا صاحب الجحش وقولوا لي إنه الرب يريده. عزيزي المشاهد، أنت وأنت مخلوقين على صورة الله ومثاله، أنت عندك قيمة وكل واحد فينا عنده قيمة، والرب يستطيع أنه يستخدمك ويستخدمك ويستخدم كنيستك ويستخدم كل الإمكانيات اللي أنت موجودة فيها. بنشوف أنه إجا في هذا المكان، بيقول في إنجيل لوقا 19 والعدد 41 بيقول 41 بيقول وفيما هو يقترب، يعني كان مقترب لأورشليم جاي من أريحا، وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها. نظر إلى المدينة وبكى عليها لأنه كان بيعرف شو اللي بيصير. النهاردة الرب يسوع المسيح لما بيشوف الوضع عندنا في الشرق الأوسط، لما بيشوف المشاكل والهموم، بيبكي علينا وبيبكي عليك وبيبكي على كل واحد فينا. الأمور اللي بتمشي في حياتك بتأثر في قلب الله. إلهنا مش إله إنه خلق البشرية وخلق كل شيء وقاعد خارج حيز الزمان وخارج حيز التاريخ وخارج حيز الجغرافيا، ولكن إنه بنقول والكلمة صار جسدا، إنه الله المتجسد بيشوف معاناتك ومعاناتي، بيشوف ألمك وألمي، بيشوف ظروفك وظروفي، وعشان هيك يريد زي ما دخل على أورشليم مدينة السلام إنه يدخل في بيتك ويدخل في عقلك وفي فكرك. بيقول الكتاب المقدس قائلا أنت أنك لو علمت أنك أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك،
ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فأنه ستأتي أيام ويحيط بك عداؤك بمترسة، ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك، يهدموا أسوارك. اليوم ده عايز أسألك عزيزي المشاهد، هل أنت عايش في حرب؟ هل أنت عايش في أمور صعبة؟ مهما الظروف اللي أنت عايش فيها، النهاردة الرب زي ما بنوا أسوار أورشليم يريد أن يبني أسوارك، يريد أن يبني حياتك ويبني بيتك. إذا المرض استفحل فيك، النهاردة الرب عايز يمد إيده عليك ويسيج حوالينك بسور من عنده، شفاء من عنده، قداسة من عنده، ويتعامل معك. رب يسوع المسيح وقف في هذا المكان وبكى على أورشليم وتنبأ عن الظروف اللي بتجي فيها. فالظروف اللي حاصلة فيها منطقتنا النهاردة، إذا كان في سوريا، إذا كان في العراق، إذا كان في السودان، إذا كان في كل الأماكن اللي فيها قتل واللي فيها تقطيع واللي فيها مشاكل، الرب يشوف الأمور دي وبيصلي وبيبكي عشانك. من هذا المكان أيضا صعد الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح إجا درب الألام داخل على أورشليم إلى الجلجثة، وصلوا بهناك، وبعد الصلب قام من بين الأموات. نحن نعبد إله اسمه يسوع المسيح المقام من بين الأموات، لأنه القبر فارغ اللي موجود شفناه قبل فترة. بعد ما إنه قام من بين الأموات صعد إلى السماء من هذا المكان، له المجد. عشان هيك المسيح هو حي عايش، هو الوحيد اللي بيقول عنه الكتاب المقدس واللي بتقول عنه الكتب المقدسة تانية إنه حي. وبس مش إنه حي، إنما سيأتي مرة أخرى. المسلمين منتظرين مجيء المسيح، المسيحيين منتظرين مجيء المسيح، واليهود منتظرين أيضا مجيء المسيح. في الكتاب المقدس المسيح رح يأتي، والمسيح لمن يأتي إنه رح يأخذ كنيسته معه، مش رح يعمل حرب، مش رح يأتي إنه لأنه عنده جيوش، ومش رح يأتي لأنه عايز يعمل أمور كثيرة، ولكن رح يأتي إنه يخطف كنيسته. زي ما بقول في سفر زكريا 14 بقول: هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سبلك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتأخذ المدينة وتنهب البيوت. وبعد ذاك الرب يجيب سلامه إلها مرة تانية. فبيقول في زكريا أيضا يتنبأ: وتقف قدامه في ذلك اليوم على جبل الزيتون، الجبل اللي نحن واقفين فيه في هذا اليوم. قال: وتقف في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم. أورشليم ورانا، والجبل هنا يقف فيه السيد المسيح له كل المجد من الشرق. فينشق جبل الزيتون من وسطه، هاليلويا، نحو الشرق ونحو القرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب، وتهربون في جواء جباله. عزيزي المشاهد، المسيح رح يأتي من جديد. المسيح رح يأتي مرة أخرى، يأخذك ويأخذ كنيسته ويأخذ كل واحد فينا. بس متوقع منك الرب ويريد منك إنك تفتح باب قلبك، تفتح حياتك، تفتح عقلك. مش التدين، مش إنك أنت معمد، مش إنك بتمشي على كنيسة، لا، عايز إنه يدخل في باب قلبك، في حياتك وفي بيتك. يا ريتك النهاردة تركع في المكان اللي أنت فيه وتقول لي: يا رب ارحمني أنا الإنسان الخاطئ، يا رب أنا بفتح باب قلبي إليك واطلب منك إنك تدخل في حياتي وتخلصني وتعطيني حياة جديدة. قل لي: يا رب المسني النهاردة لمسة شفاء من عندك، قومني يا رب يسوع المسيح. اطلب منه. ونريد أن نصلي أيضا لسلام الرب الذي يفوق كل عقل. نصلي لأجل بيوتنا، نصلي لأجل كنائسنا، نصلي لأجل كل شخص النهاردة بيمر بظروف صعبة. ونصلي يا رب يسوع المسيح لأجل سوريا من هذا المكان يا رب يسوع، إنك تضع يمينك يا رب على هذا البلد وتنهي كل حرب يا رب وكل قتال يا رب يسوع. أيضا يا رب العراق يا رب من شمال إلى جنوب يا رب يسوع، وكل الشرق الأوسط يا رب. ليتك يا رب تفتقد بلداننا يا رب، إنه سلامك الذي يفوق كل عقل يا رب يحفظ المؤمنين ويحفظ كل الناس. تعامل مع الناس يا رب في السعودية وفي الخليج وفي شمال أفريقيا، في كل مكان يا رب يسوع المسيح، إنهم يختبروا سلامك الذي يفوق كل عقل يا رب.
لأنك بتحبنا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.